هل صحيح توا وصلنا دونك نحكيو على رملس مسكينه انا وراه والله مسكينه والله جوستومون معناتها لخص لي انت موضوع مسكينه وانا بعد نسالك والله يسهل برشا اي شوف انا انسان مسالم وعاقل وشادد ببوشتي وما عندي حتى شيء متزوج بمرأة نحبها وهي متزوجة كيما انت وجيجي معناتها عادي لا للأول ولا للأخر من اللي زاني ما تورلي عرست خي أنا بركة معرس أنيش أنا بركة معرس بس كلها معرس ما هوش ذنب العرسية ونس كلها نخذل سي كان أنا سيبوني يا أخوي ابعدوني قيلولي عملت الحق عملت الإنسان شر هنا ما عمري ما عملت شر يا أخوي تجي تلقى قبل بأسبوع ولا بأسبوعين إيقاف على الشابي في درشنو أي وأنا قاعد نعمل قافي قهوة أنا وعد البهلان أي أي نلقى روحي موقف شنو هاي جيت مثبت تك 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 عرفت شكون خرج الإشاعة وسربها وعملها وكذا 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 ها يا سيدي قالك وليت عارف على القضايا سيدي أنا ضايع اللي عمل إيجا تا 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 عارف على القضية أنا قاعدة كيك بعدها بأسبوع يخرج خبر فلان طلق من زوجته أشكون أبحث له وش تا 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 نلقى أربعة خمسة من الناس مورطين في العملية بالوثائق ها قدمت قضية وفريق من الفريق الشرطة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية طلع شكون شكون اللي بعث شكون اللي هدد محاولة متاع ابتزاز لي أنا ولزوجتي ابتزاز ما معنى ابتزاز وتهديد كريما ابتزاز وتهديد وعندي هذا موثق شمعتها ابتزاز وتهديد شنو طلبه ابتزاز يبتزك معناتها ويهدك في سمعتك وفي شرفك وفي قدرك اللعبلة قالك أنا فا أنا ولي نخدم على القضايا يا أخوي أرفع قضايا بفلان وفلان 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 يعرفوا روح وفيهم من المقربين زين معناتها الناس نعرفهم بالقدايا معناتها هيك هو معناتها تبث إشاعات ادعاءات بالباطل ابتزاز ترهيب تهديد هذا الكل وأنا قاعد معناتها رايض على روحي في دويرتي أنا ومرتي رايضين ما عندنا حتى إشكال ما عندنا حتى مشكلة وتلقى ناس داخلة في حياتك داخلة في حياتك بأسلوب بطريقة معناتها طريقة فظة بطريقة شنيعة خذيت قرار أني نولي ما عادش عقل كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمتي ولا محاولة الاعتداء على حرمة زوجتي أمرها محصنة معناتها على ذمة رجل نشكي بيه ونوقفه واللي وقفه القضاء والقانون لا تسامح ولا تساهل مع أي إنسان يتجاوزني في قدري ولا في حياتي الخاصة أنا صحيح نخدم في برنامج جو ديفوال فيه الحياة الخاصة وأنا بيدي حياتي الخاصة حطيتها عرضة للناس أخي أنا مرتي من عرفتها عرفتها وقت بحذيك ووريتك تصويرتها وأنت أول واحد عديتها في أمر مسالمة خطيئة ما عندها طلعوا فيها معناتها إشاعات ربي الكل ودي حياة ربي الكل والبشاعات الكل حرام بيجيش اللي عمل راهو يخلص بالنسبة لي أنا موضوع منتهي ما عادش نتسامح مع حتى واحد حتى ولو كان من أقرب المقربين لي قصة من عظمة ياخو حسابه بالقانون كاو جوستومو معناتها أنت سكت سكت من بعد ترشق ياسر عاد شنو عاد ما إيه أخويا وجه معروف ولا مرتي يعرفوها الناس إيه شنو أخويا سيبونا سيبونا تعبنا فدينا معناتها قلقنا سيبونا احنا ناس مسالمين لا ضرينا حد ولا نوينا الشر لحد اما اللي يعمل الشر والا ينوي ولا يحاول المره هذه القضاء هاني قلت لك هو الفيصل بين الناس كل ما كي نعرف نشتغل على القضاء انا يعني كل يوم كل وعندي بالوثائق وبالدليل شكون بعث لي شكون وش عمل هذا وش حكى هذا وش حكى هذا وهذا يتوصلتو الشرطة راه ما توصلتوش انا اي بالتحقيق والقانون بالتحقيق بيان سور والبحث يجيب واللي عمل حاجه يخلصها فما حتى واحد فوق شعره فوق راسه ريشه ولا شعره مين فيهم انا